نيجي نمثل الإزاحة الثانية بالرسم. يقول بالمثال: ثانية اتجهت غربا قطعت 300 كيلومتر. أني إجيت سويتها 300 ضربتها بمقياس الرسم اللي هي 1 سنتيم على 100 كيلومتر، على مود أقدر أرسمها على الورقة بالمقياس. فضربت الصفارة تروح ويا الصفارة مال 100 كيلومتر ويا كيلومتر، 3 × 1 سنتيم 3 سنتيم. هذه الإزاحة الثانية. أجي أمثلها بالرسم. هو شي يقول؟ يقول غربا، هذا الغرب مالتي. أجي أرسم شقد عندي؟ 3. أحسب 1 2 3، هنا أنا 3.